من مزامير أبينا داود النبي، رفعت مختارا من شعبي، وجدت داود عبدي، مسحته بدهن مقدس، لأن يدي تعدده هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والعروس ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ، ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجره، والمجد لله دائماً.